معايا دبلوم صنايع كويس، بس الحمد لله الموضوع ده مش عا ما كانش عائق معايا خالص في الشغل. اشتغلت شوية في شركات أجهزة طبية وخدت خبرة كويسة. بعد كده سافرت الصين وشفت منتجات هناك تخص القطاع الطبي، فقعدت أفكر إحنا في ليه منتجات كتيرة جدا بتيجي من بره، نحاول نصنع أي منتج. قعدنا فترة كده حوالي بتاع 4 سنين ولا حاجة ندرس نصنع منتج هنا. في كذا منتج لأن الموضوع هيبقى صعب شوية، محتاجين وقت. قعدنا وصلنا لحد ان احنا المنتج اللي هو نزع العصب اليدوي، المنتج ده بنستهلك منه كميات كبيره جدا، مفيش منه غير المستورد وثمنه غالي. ففعلا تواصلنا مع شركات في الصين عندها التكنولوجيا دي، قعدنا نتفاوض معاها. طبعا في الاول كانوا رافضين ان هم يبيعوا لنا المكنه بتاعتها، فقعدنا واحده واحده معاهم لحد ما اقنعناهم ان احنا يعني هنبقى زي شراكه كده بيننا وبينهم. وبعد كده عرفنا المكن وربنا كرمنا وسافرنا كذا مرة واتدربنا على المكن وقدرنا نشغله، وربنا كرمنا جبناه هنا وجبنا الخامات بتاعته. بعد ما جه المكان انا برضه قابلنا شويه عوائق برضه واحنا شغالين، قعدنا نتواصل معاهم لحد ما عرفنا نحلها وربنا كرمنا وعملنا المنتج النهائي. والحمد لله رب العالمين المنتج طلع جودته كويسه. وقعدنا طبعا السعر طبعا هنا المستورد يعني ثمنه معدي 60 جنيه و65 جنيه، فربنا كرمنا الحمد لله قدرنا ان احنا ننزله 25 جنيه، فطبعا قدرنا نوفر الرقم ده كله. وطبعا ان شاء الله رب العالمين في خطط ان احنا نصنع منتجات تانية. بنتفاوض دلوقتي مع الشركة هناك المصنع هناك ان احنا نجيب مكنة تانية عشان نكبر الانتاج. وطبعا احنا عندنا امل ان احنا نصدر لافريقيا واوروبا، وفعلا بدأنا في الفعل ان احنا نعمل ويب سايت للمصنع. وفي خطط اليومين دول ان احنا هناخد شهادة الايزو، وان شاء الله رب العالمين بعدها نقول ان شاء الله ناخد CE. وان شاء الله رب العالمين في برضه خطط ان احنا ندخل منتجات تانية كتيرة، علشان احنا الواحد بيبقى مبسوط جدا لما يشوف المنتجات كده مكتوب عليها ميد ان ايجيبت. فروحنا للجهاز تنمية المشروعات، ناس محترمة وساعدونا وقفوا جنبنا وادونا كارت 200,000 جنيه. المفروض ان المشاريع اللي هي متخصصة قوي او فيها افكار جديدة المفروض ان دي تبقى ليها دعم اكتر بكتير من مشروعات تانية، يعني احنا بنتخيل كده. ده المنتج زي ما احنا شايفين هو بيتفتح كده وبيطلع كده، كل مقاس طبعا ليه سيكنس مختلف عن التاني، تمام، كل مقاس بلون